درعا بصرى الشام 20/4/2013 استهداف جامع بين بازمين الاثري في مدينة بصرى الشام من قبل قوات الامن والشبيحة في بصرى الشام بقذائف المدفعية، مما ادى الى انهيار سقف هذا الجامع. هذا الجامع استصلح مؤخرا من قبل هذا الحي وأقيمت به الصلاة، فقامت قوات الغدر الأسدية باستهداف هذا الجامع بشكل مباشر بقذائف المدفعية. الله أكبر. هذه هي مكان سقوط قذيفة المدفعية. الله أكبر، الله أكبر.